كنا في 8 ولا 9، كنا بيرو ديتود وكذا ولا خيلي. خدمنا المتريات، كان عندنا برنامج تاع 10,000 متريات. حقيقة انه واحد الوقت كنا نفكروا البابورات اللي يجوا وتحكموا من فرنسا وكذا، نفكروا كاش ما نديروا. كانوا واحد التلميذ وزوج يخدموا دان لي فوندري ماروكان دي جون، واحد النهار داروا قنبوله من غرونات جابوها لي، قالوا لي ولا انا نجحنا في هذاك الغرونات باش تقول. ديتها انا للبوصوف بومدين، شافوها قالوا لي لما خدموا هذه عطوني موديل امريكان، قال لي بيسكي سون كولي هذه فكولي هذه، جبتها لهم نجحوا فيها هذه في 56. ولاتوليي سيتي ان بتيتي جين ان بتي فور اتسيتيرا في تيتوان في لاسون اسبانيول. مي افان 57 كان كنا مع عميل صحاح، نجحنا في الاكرونات. من بعد قال لك شوف يمكن تنجموا تخدموني المتريات، قالوا واش المتريات؟ جابوا لي موديل عندي هنا في التصويره في كل شيء، اديناه. ولاني ما عندناش جزائريين اللي خدموا في الميدان في السلاح هذا، اتصلنا بمديرة فرنسا لا فيدراسيون دو فرنسا، هما عندهم اتصالات مع الحزاب هذو دو غوش اتسيتيرا، حتى لهم السؤال هذا قالوا لي نواجبوك اتصلوا بلا كاتريم انترناسيونال. خذوا لي ميعاد، تلاقينا في لافرونتيير ما بين الالمان ولا بلجيك، جاو لي تكنيسيان تاعهم قالوا لي ممكن، بداو يحكيوا لي الفوت الماشين فوت كذا فوت راسيت. انا خاطيني ما سي با تكنيسيان تاع الاخر والله، خليتهم حتى كملوا قلت لهم داكور، بصح هذا الشيء ماذا بكم تكتبوه لي نوار سور بلون افيك تو لي ديتاي باش نقدموا للانجينيور اللي عندنا. احنا ما عندنا حتى واحد، عندنا انجينيور الكتريسيان ندرسو ومن بعد نتلاقاو باش هكذا كان الحال. جماعه من بعد عيطوا لي جابوا لي وبعثوا واحد الانجينيور للمغرب، دخلنا بك باسبور ماروكا وكذا وكذا. لا ميتا جبتها لهم قطوها اون مورسو بور فير لي زاناليز تاع لي ميتال ال اسكي سيبورت لا شالور اسكي كذا كذا. كانت عندهم امكانيات، كانت عندكم امكانيات في الخارج؟ في الخارج قطعناهم وداهم داروهم في الخارج باش حتى الحديد ماشي حديد عادي نجيبوه من تما. اذا كاتريم انترناسيونال بعثوا لنا، كان منهم دي ارجنتان دي هولندي ان فرونسي دي ان غريك. كنا في 8 ولا 9، كنا بيرو ديتود وكنا ولا خيلي. خدمنا لا متريات، كان عندنا برنامج تاع 10,000 متريات، 100,000 شارجور. بدينا نعملو، دخلنا الماشينات اللازمة ودخلنا كذا ولا خير عليه، وهذا كل في السر، ما عندهم خبر لا المغاربة ولا الجزائريين ولا الفرنسيس. المغاربة باش نخدموا 300 واحد تخدم وما يفيقوش، اتصلنا بالسلطة تاعهم قلنا لهم ولا عندنا الجنود اللي خرجوا من معطوبين من الداخل، هم دخلناهم لهنا
ماذا بينا هنكونوا محلات ونشيو لهم ماشينات ولا كذا باش ما يبقاش يدوروا في الزنق ولا كذا ولا خير. ما فيش قالك ما فيش مانع دونك سي كوفير الدولة لا جندرم تاعهم ولا البوليس تقول لهم عندهم يقول لهم على بالنا هذيك انا ما بعدك في هذه خدم يعني حتى الاستقلال كي لحق استقلال كنا وفرنا 5000 متريات كنا ليفري على طا ماجور اها او جدا 5000 متريات ساك شارجر شاكين ولا دي شارجر من شارف de toute façon il y avait 5000 mitraillettes avec leur chargeur livré emballé et livré بقاو 5000 الاخرى الحق استقلال سي تو بيس ديتاشي ولاني هذا كله في استقلال وانا شارجي باتو اونتي تاع السلاح اللي بقى لي بيس ديتاشي لي مول لي ماتريس تو لو ماتيريال لو لابوراتوار باتو كومبلي باثناه اي سيلوي كي اللي باثو بومدين هو الكولونيل عثمان لو لابو ديال السانكي هو اللي جا سلمنا له كل شيء ودخلوا للوار. طيب كيفاش عشت ايقاف او اعتقال بوضياف؟ كيفاش عشتوا في هذيك الفتره؟ كومون فو زافي فيكو هذاك لاريستاسيون؟ L'arrestation de Boudiaf a été pour nous une grande perte. En ce sens que Boudiaf avait le sens du militantisme et de la formation politique. Le Matakbad, Njemengoul, Belli, l'action politique n'a plus marché. Il n'a eu Boussouf. Boumoudine était beaucoup plus pour l'efficacité que de la politique. Je lui disais, c'est Mohamed, depuis ton départ, l'action politique n'existe plus au Maroc. انا في السيرفيس نتاعي جي كونتينيي كوم على الانتيريور افيك دي كوميسير بوليتيك افيك دي بيبليوتيك افيك دو سينما على الانتيريور انه الجنود اللي خدموا تما مساكن كاين اللي قتلوا روحهم اون اي دي جون كي سو سون سويسيدي دي جون جو من فرنسا جو من كذا مساكن 19 20 ans isolés pendant des mois nous dans l'armement On a créé 5 unités. De façon, si une unité tombe entre les mains des Français ou le bombardement, les autres continuent à travailler. Tout a été prévu au départ.